إنجاز آخر تقدمه الدولة في إطار جهودها التنموية يتمثل في هذا المبنى الجديد لإدارة شؤون إقامة محافظة حولي، الذي يتكون من عدة أدوار مجهزة بالنظم المتطورة وأساليب إنهاء المعاملات لتوفير كافة الخدمات المقدمة للمراجعين. وضمن سلسلة المشاريع الإنشائية المتوالية لوزارة الداخلية التي يتولى إنجازها والإشراف عليها قطاع شؤون الخدمات المساندة، صمم هذا المبنى في إطار هندسي وإنشائي متكامل المرافق الإدارية والخدمات. وقد طوعت وزارة الداخلية قدراتها وإمكاناتها الذاتية لتحقيق ذلك الإنجاز في إطار اللجنة التي شكلتها الوزارة من إدارات متعددة لتجهيز المباني المستحدثة بمناطق مختلفة في البلاد من أجل تسهيل الإجراءات وكذلك تقليص الاعتماد على المباني المستأجرة. تعمل وزارة الداخلية على استكمال البنية التحتية لمرافقها بشكل عام وفق خطة مدروسة في هذا الشأن. من أبرز هذه المعالم التخلص من المباني المؤجرة التي تستغلها بعض الإدارات، وقد روعي في هذا الأمر توجيهات نائب رئيس مجلس وزير الداخلية باستكمال البنية التحتية بشكل عام لمرافق وزارة الداخلية، بحيث أن التخلص من هذه المباني المؤقتة والمؤجرة في غضون بالكثير 3 سنوات، يعني خلاص انتهينا منها. ومن أحد المباني اللي تم تغييرها أو تم إنشاء لها مباني متخصصة لتسهيل للمواطن المقيم مبنى إدارة شؤون الإقامة لمحافظة حولي، والذي يقع في محافظة حولي خلف أرض المعارض الدولية، وقد تم إنشاء على مساحة 5000 متر، ويتكون من سرداب وأرضي وأول، وروعي في تصميمه دخول المراجع وخروجه بسهولة ويسر، وتسهيل على الإدارة اللي تشغل هذا المبنى كيفية إنجاز المعاملات بطريقة حديثة وبطريقة تواكب العصر وتواكب متطلبات الحديثة في مباني التي لها طابع أمني. تم إنجاز هذا المشروع بمدة إنجازه كانت 24 شهر، قيمته كانت 3,198,000 دينار. تم إنجازه بكوادر مهندسين من وزارة الداخلية، وتم تصميمه بعد التنسيق المباشر مع الإدارة التي سوف تشغله. في إدارة شؤون الإقامة في محافظة حولي نعتبر من أكبر المحافظات من ناحية الطاقة الاستيعابية للمراجعين. المناطق اللي يشملها إقامة شؤون الإقامة محافظة حولي عندنا شرق حولي، عندنا السالمية، البدع، الرميثية، سلوى، مشرف، بيان، أيضا الجابرية، الشعب البحري، حطين، الشهداء، الزهرة، مبارك العبدالله. فهذه جميع المناطق يشملها نطاق شؤون الإقامة محافظة حولي. أيضا المبنى، إذا بنتطرق عن المبنى اللي احنا انتقلنا له في 12/4/2015، وكان افتتاح المبنى تحت رعاية سيدي معالي النائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وهذا المبنى يعتبر من المباني الحيوية أمانة، ووفر لنا أو سهل لنا طبيعة عملنا. وهني يعني لابد أن نشكر إخواننا في الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة اللي قاموا بدور كبير في تجهيز وإنجاز هذا المبنى.
يتكون الأقسام اللي عندنا من 7 أقسام، بداية قسم خدمات المراجعين، وهذا القسم بالذات يعتبر من الأقسام الحيوية في الإدارة، يتبع له اللي هو الإقامات بشتى أنواعها، سواء التجديد أو طلب الإقامة أول مرة، كذلك للتأشيرات والزيارات بأنواعها. أيضا عندنا قسم الاستقبال، وهذا القسم يقوم باستقبال المراجع أو المواطن في حال تقديمه للمعاملة والتدقيق على المستندات المطلوبة، ومن ثم توجيهها لإنجاز المعاملة. أيضا عندنا قسم الخدمات المساندة، وهذا يعتبر قسم إداري للقيام بالأمور الإدارية للإدارة وتوفير جميع مستلزمات الإدارة من الكتب والمراسلات وما يحتاجه ما تحتاجه الإدارة من أمور إدارية. أيضا عندنا قسم الصندوق، وهذا القسم مختص في تحصيل الغرامات والرسوم الموجودة أو المتطلبة على الأخوان المراجعين. أيضا عندنا قسم التدقيق، فقسم التدقيق يعتبر من الأقسام المهمة ويعتبر عصب للإدارة. هذا القسم بالذات يقوم في التدقيق المعاملات بعد إنجازها، ومعرفة إذا كان في هناك تجاوز، وإذا كان في هناك عدم وجود الاشتراطات المطلوبة في المعاملة إذا عدم توافرها، فهذا يعتبر من الأقسام المهمة. أيضا عندنا قسم خدمة المواطن، وهذا يختص في المعاملات الخاصة في المواطنين ومواطني مجلس التعاون، توفيرا للجهد أنهم ما يراجعون مثلا إدارات برا، يكونون عندنا خاص في قسم خاص لهم وصالة خاصة في خدمة المواطنين. أيضا القسم الأخير اللي عندنا هو قسم الأرشيف، وهذا تعتبر المرحلة النهائية من إنجاز المعاملة بعد تدقيقها، توصل للأرشيف ويتم حفظ المعاملات. هذا المبنى يحتوي على غرف الحاسب الآلي والدعم الفني لنظم المعلومات وكذلك الشؤون الفنية والإدارية، وتستخدم به أحدث النظم الإدارية والخدماتية، مما يسهل إجراءات المعاملات ويختصر الزمن المحدد لإنجازها وفق أسلوب مرن وميسر. وزارة الداخلية حرصت وعملت على تطوير الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين باستخدام أحدث النظم والتقنيات، والتي بات جميع المراجعين يشعرون بها ويتلمسون نتائجها من حيث سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ ضمن الهياكل والأطر القانونية والزمنية، تخفيفا من المعاناة وتيسيرا على المواطنين والمقيمين وإنجاز المعاملات في جميع المحافظات الست. طبعا احنا في إدارة شؤون الإقامة محافظة حولي، وكذلك جميع الإدارات الموجودة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، هناك مجهود كبير يبذل عن طريق الإدارة العامة أمانة بقيادة المدير العام اللواء طلال معرفي في توفير جميع احتياجاتنا، سواء من الأجهزة الحاسب الآلي المتطورة، الطابعات، الاستيكرات، في جميع ما نحتاجه أمانة يتم توفيره لنا. هذه الأجهزة وهذه الطابعات قاعد تسهل علينا العمل. أيضا مركز المعلومات التابع لإدارة عامة لنظم المعلومات أمانة متعاونين بشكل كبير معانا في إذا واجهتنا أي مشكلة في النظام، إذا واجهنا أي مشكلة في بعض الأجهزة، متعاونين لآخر مدى معانا في هالأمر صراحة. ورعي في تصميمه أن تكون قدرات آلية تشغيله سهلة جدا، بحيث أن المراجع أو المقيم، المواطن أو المقيم لما يدخل هذه الإدارة يدخل بطريقة سهلة، ينجز معاملته بطريقة سهلة ويطلع بطريقة سهلة.
ولا يتم تكدس المراجعين في هذه في المبنى. هذا المشروع موحد من المشاريع اللي راح يتم تنفيذها في كل محافظات الست. إن هذا المبنى الخدمي الكبير رؤية فيه أن يلبي تقديم الخدمة وفق أحدث الأنظمة المعمول بها ومراعاة راحة المراجعين من المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجات الموظف حتى يؤدي عمله بأريحية تنعكس بالضرورة على تقديم الخدمة وزيادة الإنتاجية، حيث أن حجم العمل في الزيادة المستمرة، ويتبين ذلك من خلال الإحصائيات التي تبين إنجاز المعاملات اليومية في إدارات القطاع المختلفة. وبجانب توفير الخدمات، اهتمت وزارة الداخلية بتدريب الكوادر البشرية التي تعمل في مبنى شؤون الإقامة بحولي وكذلك جميع مرافقها لتنمية قدراتهم الفنية ولتطوير مهارات التواصل والتعامل مع الجمهور لتحقيق الهدف المنشود، وهو خدمة ورضا المواطن والمقيم. يعني هناك دورات دائما احنا نحاول ان نوفر دورات التعامل مع الجمهور، دورات اداء العمل، فاي دوره يعني يتم ابلاغنا فيها وفي مجال ان نلحق فيها موظفينا بالعكس ما عندنا اي مشكله، وهذه تزيد من انتاجيه موظفينا، واحنا يعني موظفين عندنا مثل ما قلنا على قدر المسؤولية، لكن أيضا نحتاج أن يكون عندهم دورات. طبعا إحنا في إدارة شؤون الإقامة محافظة حولي تسلسل المعاملة يمر بكذا خطوة. بداية يمر على الاستقبال، وهو أنه يشوف المعاملة، يشوف المستندات الموجودة، يتأكد الموظف هل المستندات المطلوبة لإنجاز المعاملة موجودة، يتم التدقيق على جميع المستندات اللي تحتاجها اللي يحتاجها انجاز المعامله، ومن ثم يتجه الى انجاز المعامله وتكون مستوفيه كامل مستنداتها. بعد انجازها مثل ما قلت لك ان تروح حق قسم التدقيق يدقق، هذا تعتبر خطوه ثانيه زياده في الحرص على ان تكون المعامله متكامله الشروط و متكاملة من المستندات المطلوبة، بعدها يتم أرشفتها. خصوص الخدمة اللي شفناها جدا يعني خدمة جيدة ومتطورة، هذا المراجع هذا اللي هو هذا الشيء اللي يبيه، يعني معاملته ما تأخر، استفسارات يعني يرشدونك إذا المعاملة في هالقسم أو في القسم الثاني، يعني شفنا في تطور أحسن من السابق، وهذا يساعد على المراجع يعني ما تشتت أفكاره ولا تشتت معاملاته. فالمركز الخدمة اللي احنا موجودين فيه جدا متطور ويساعد المراجعين. اليوم حسيت إني دخلت على طول لقيت رقم المواصل، يعني يمكن في دقيقتين في 10 دقائق، يعني يمكن ماكسيموم 10 دقائق، يعني ماكسيموم 5 دقائق هذا الماكسيموم، يعني كذا مرة أنا راجع هني، بس يعني اذا حسب صار ناس زحام يصير يمكن 10 دقائق هالشغله كذي. والاستقبال الموظفين بشكل سريع يعني ما نتاخر، يعني المكان واسع والضباط دائما موجودين، يعني الخدمات سريعه، يعني ما تشوف مكان فاضي يعني دائما. يعني النفس الطيبه موجوده شفناها في هذا المركز، هذا يساعد على حتى لو المراجع ينطر يمكن نص ساعة أو حتى لو ساعة بيشوف هذه الابتسامة، بيشوف هذا الترحيم، طبعا مقبول عنده هذا الشيء يعني. فالحمد لله كخدمة وكاستقبال وكإنجاز بالمعاملات جدا جيد. نحن هنا في الطابق الأول لمبنى شؤون إقامة حولي، حيث مركز خدمة المواطن وإنجاز المعاملات الكويتية من زيارات وتأشيرات، كذلك إنجاز معاملات الشركات والمؤسسات. يكون تكدس في مكان معين، الإقامات حاولنا نخليهم في جزء معين من الصالة
الشركات اللي هم حملة المادة 18 لهم مكان خاص، خدمة المواطن كذلك، التأشيرات كذلك، الزيارات كذلك. فحاولنا أن نوزع الأماكن بحيث أنه ما يشكلنا ضغط في مكان معين ولا يشكلنا زحمة في مكان معين. في مبنى شؤون الإقامة لمحافظة حولي تتناغم جهود إدارات وزارة الداخلية وتعاونها مع مؤسسات ووزارات الدولة الأخرى لتوفير جميع الاحتياجات ولتقرب المسافات ولتجنب المواطن والمقيم مشقة الانتظار والازدحام. عندنا أكثر من جهة عاملة، وهذه فرصة أن نشكرهم أيضا، أن الجهات العاملة معنا عندنا الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفروا لنا الموظفين، وإحنا خصصنا لهم مكان في المبنى لإنجاز معاملات المراجعين اللي يقومون بمراجعتنا لتوفيرا للوقت إنه ما يروح لهيئة المعلومات المدنية. فالإخوان في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفروا لنا صراحة الموظفين وقايمين في دورهم، وهذا يعني هذا المجهود اللي احنا ننشده يعني مع بعض الجهات. ايضا عندنا اداره المرور، اداره عام المرور، عندنا المرور في لهم مكتب خاص موجود داخل المبنى، ايضا يقوم بانجاز المعاملات المتعلقه في الاداره العامه للمرور من تحصيل الغرامات اللي هي المخالفات المروريه، لأن الآن أي مخالفة مرورية مربوطة بالجهاز للأخوان المقيمين، أي واحد عليه مخالفة مرورية لا يمكن أن ينجز معاملته إذا كان عليه مخالفات إلا بعد تسديد هذه المخالفات المرورية. فاختصارا للوقت تم توفير مكتب عن طريق الإدارة العامة للمرور موجودين معنا والحمد لله قايمين في شغلهم. أيضا عندنا الأخوان في تنفيذ الأحكام لهم مكتب خاص عندنا ويقومون بدورهم. فهذه الجهات مجتمعة يعني شاركت معنا في الإنجاز اللي احنا قاعد نقوم فيه أو في العمل اللي احنا قاعد نقوم فيه. وزارة الداخلية تسعى إلى تنفيذ إنجازات مشابهة لمبنى شؤون الإقامة لمحافظة حولي من حيث التصميم والمحتوى لتشمل خدماتها جميع محافظات البلاد. من المشاريع الجارية الانتهاء منها بالقريب العاجل وفق برنامج زمني وضع لهذه المشاريع مباني شؤون الإقامة لمحافظات الست، مباني تراخيص المرور للمحافظات الست، ومباني مديريات الأمن لمحافظة حولي والفروانية والجهراء والأحمدي. فضلا عن أن احنا انتهينا من مديرية أمن مبارك الكبير واستلمناها وتم تشغيلها، وهي عبارة عن مجمع أمني متكامل يشمل تحقيق، يشمل بحث وتحري، يشمل دوريات، يشمل عيادات طبية، مباني متكاملة أمنية ترفع قدرة العمل الأمني والاستقرار المكاني للعاملين في هذه المرافق. هذا الإنجاز جاء ضمن سلسلة من الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة شؤون الإقامة في كل المحافظات بصفة عامة ومحافظة حولي على وجه الخصوص، حيث تحرص على تقديم خدمات متميزة للمراجعين من المواطنين والمقيمين وتسهيل المعاملات من خلال إعداد الخطط والبرامج الهادفة للارتقاء بأساليب العمل وتبسيط الإجراءات وتطوير ورفع كفاءة وأداء العاملين في قطاع شؤون الإقامة والاهتمام بالمنشآت الجديدة وإمدادها بالأجهزة الحديثة ووضع آلية عمل متكاملة تراعي إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالإقامة من دون أي معوقات في أسرع وقت وفي إطار المهام المنوطة بها في هذا الشأن.